بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معدنا مع درس جديد من دروس دريم ويفر سي اس 5. ان شاء الله النهاردة هنتعرف على كيفية ادراج ملف فلاش داخل برنامج دريم ويفر او في صفحات الويب. انا ممكن اشتغل على اي صفحة من الصفحات اللي كنا بنشتغل عليها خلال الدروس السابقة، من القائمة انسرت او من الانسرت بانل، يعني دي هتلاقيها برضو في الاتنين، الانسرت القائمة انسرت او الانسرت بانل. اضغط عليها كده وبختار حاجة اسمها ميديا. ملف الفلاش امتداده SWF، لكن برضو علشان تبقى عارف انا عندي نوعين من امتدادات الفلاش في الملفات الخاصة بالفلاش. الامتداد SWF ده بيفتح كما لو كان موفي عادي، ما اقدرش اعدل فيه، وده اللي اقدر ادرجه في صفحة الويب. الامتداد التاني اللي هو لو عملنا كده Properties FLA، ده بقدر بيبقى في وضع الاديت ان انا اقدر ادخل واعدل عليه. ان عملنا له كده كليك فتحناه بيتفتح داخل ملف الفلاش، داخل برنامج الفلاش. فانا بكل بساطة ان انا بقف مثلا في المكان اللي عايزة ادرج فيه الفلاش ده، ان انا بقف هنا مثلا ومن قائمة انسرت بختار ميديا وبختار SWF. انا عندي الملف بتاعي هنا على الديسكتوب، اختار كده ديسكتوب وليكن ده اسمه بوتن. هنا بيسألني ان هو هياخد نسخة من الملف ده وهيحطه هنا في الفولدر الخاص بالسايت. طبعا يس. سيف. هنا ان انا بقدر احط تايتل للملف ده واسميه مثلا فلاش موفي. البروبرتيز الخاصة بملف الفلاش ان انا اقدر اعمل له بي جي باك جراوند، ده اول حاجة. ان انا ممكن اجربه داخل صفحة الويب، يعني عملنا بلاي كده، ده عبارة عن ملف فلاش طبعا بسيط جدا. الكرة دي لما اضغط بلاي تتحرك، بوز، تقف، هكذا. يبقى انا هنا جربت الملف بتاعي داخل البرنامج من غير ما اشوفه على البراوزر. كمان طبعا هنا الجزء ده خاص بالفيرتيكال سبيس والهوريزونتال سبيس، المسافات لو قلنا مثلا 20 والاتش بي مثلا 20، لاحظ ان هو ايه اتحرك من مكانه. الاديت ده بيسمح لي ان انا اعدل عليه، اعدل على برنامج الفلاش داخل، اعدل على ملف الفلاش داخل برنامج الفلاش من خلال الدريم ويف. هنا طبعا الكلاس، هنا ان انا ممكن انشئ كلاس بالسي اس اس وابدا اعمل شويه تنسيقات خاصه بالملف ده. ممكن هنا نصغر حجمه شوية، نخليه مثلا 400 × 200 علشان نختبر طبعا النقطة دي. نعمل لإما كنترول وإس أوكي طبعا، أو فايل سيف. تعالوا نختبر الخطوة دي على جوجل كروم. ده الملف بتاعي، لو عملنا بلاي تحرك، بوز، يقف، وهكذا. نقطة كمان عندي مهمة، ان انا لو حبيت ادرج
ملف موفي بس يكون بامتداد، نروح برضو من انسرت على ميديا ونختار الملف المودي الموفي يكون امتداده FLV، نختارها. مثلا عندي هنا مكانها على الديسكتوب اسمها فيرست، هياخد نسخة منها برضو يحطها في الفولدر بتاعنا بتاع السايت. سيف. الجزء ده خاص بال يعني حجم الحاجات دي اللي هي الخاصة بالتشغيل، او ان انا اعمل بوز لو اخترت مثلا شكل تاني كده كبرت شوية. لو قلنا اوكي هتطلع لي رسالة تقول لي بليز انتر نيميريك فاليو فور ويدز، يعني لو سمحت دخل رسالة للعرض وليكن مثلا خليها 400. الهايت برضو لو قلنا اوكي هيطلع لي نفس الرسالة، فانا ممكن ايه اختصر وادخل برضو ارتفاع. الاوتو بلاي خاصة بان هو الملف بيشتغل تلقائي، الاوتو ريوند ان هو بيشتغل على طول إعادة التشغيل. قلنا أوكي كده، ده ملف ال FLV. تعالوا نختبر الجزء ده، قلنا نعمل كنترول وإس، نيجي على جوجل كروم، ظهر عندي الملف ده، أهلا بكم يا جماعة في سلسلة بدأ تعليم. يشتغل. درس النهاردة كان بيتكلم عن كيفية إدراج ملفات الفلاش أو ملف بامتداد الـ FLV، وإن شاء الله نكمل في دروس قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.